السلام عليكم. حاج هاي هاي الحاج هاي 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 روح لا الحاج هاي هاي مبروك عليك يا سيدي، راك فرحتينا وفرحتي الولايه تاعنا، ولايه الاوراس، ولايه باتنا. نتائج اللي راكي جبتيه نتائج مبهره، وراك جيتي الثانيه بامتياز على المستوى الوطني، هذا الشيء اللي يفرح ويثلج الصدور ويبين المجهود اللي راه يبذلوا فيه الاساتذه والمعلمين والاطارات تاع التربيه، والمجهود اللي يبذلوا فيه الاولياء كما باباك ويماك، والمجهود اللي بذلته الاداره وين وفرت يعني الجو الملائم بالترميم واعاده الاعتبار للمدارس ووضعيه المدرسه والطعام المدرسي والنقل المدرسي، الشيء اللي اليوم حصدنا النتائج تاعو. سنتين على التوالي باتنا تتربع على العرش، تجيب المرتبه الثانيه بامتياز، وتجيب اكثر من 100 عند معدل 19، واكثر من 600 معدل 18، والمعدل النسبه يعني الوطنية 69%، أكثر من المعدل النسبة الوطنية، جات باتنا في المرتبة 69 يعني، وما عندناش بزاف. زدنا فرحنا، أولادنا كانوا ترتبت الجامعة نتاعنا الرابعة على المستوى الوطني، وجامعة باتنا 2، ويجابوا نتائج مبهرة في الاختراع من بيكام من لاشين. يعني هذا الشيء اللي يبين اللي باتنا الأوراس الأشم دائما قاعدة متحدية للطبيعة ومتحدية لكل شيء، من أجل يعني دائما تقعد في الرياض. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وراك فرحتينا، الله يفرحك وربي ينجحك وربي يوفقك وربي يثبتك، ورانا فرحين بك. أيوة أعطينا كلمة. أشكر جميع من ساهم في هذا النجاح، سواء أكاديمي أساتذتي أو جميع زملائي. أشكركم على كل حرف درسوه لي، وعلى كل دينار منحوه لي لكي أصل إلى هذا المستوى. أشكر سيد الوالي على هذه الزيارة. أشكر كذلك مدير التربية ومدير مؤسسة دوادي الصالح، مؤسسة التي أدرس بها. أشكر جميع من كانت له ولو بصمة خاصة في هذا النجاح. متوسطة نظامية، متوسطة نظامية تابعة وزارة التربية.